أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن طهران تهدد عبر قنوات دبلوماسية سرية باستهداف دول الخليج العربية الغنية بالنفط وحلفاء أمريكا الآخرين في الشرق الأوسط إذا سمحت لإسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن هجوم على إيران. الدول المعنية بالتحذير أو التهديد الإيراني شملت السعودية والإمارات وقطر والأردن وفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية. ونقلت وول ستريت عن المسؤولين قولهم من الدول المقصودة بالتحذير الإيراني أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استخدام بنيتها التحتية ولا مجالها الجوي في أي عمليات هجومية ضد إيران. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي إيراني أن طهران أرسلت رسالة واضحة إلى السعودية مفادها أن حلفائها الحوثيين في اليمن وآخرين في العراق قد يردون إذا كان هناك أي دعم إقليمي للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران. في زوايا اليوم نبحث بعد التحذير الإيراني ودلالاته وإمكانية تنفيذه في حال انفلت الوضع عسكريا بين طهران وتل أبيب. نبدأ بهذا النقاش أو نخوض النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. ابقوا معنا. تحذير أم تهديد أم الاثنان معا؟ ذلك ما حوته رسائل وجهتها طهران عبر قنوات دبلوماسية سرية لدول خليجية ومعها الأردن في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي على مصالحها السيادية. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن التهديد الإيراني شمل السعودية والإمارات وقطر والأردن وكلها تستضيف قوات أمريكية. الصحيفة الأمريكية نقلت عمن وصفتهم بالمسؤولين العرب قولهم إن هذه الدول أبلغت إدارة بايدن أنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل بنيتها التحتية العسكرية أو مجالها الجوي في أي عمليات هجومية ضد إيران. ووفقا لول ستريت فرغم أن التهديدات الإيرانية غامضة إلا أنها أثارت مخاوف لدى دول الخليج الغنية بالطاقة من أن منشآتها النفطية التي طالما اعتبرت محمية بمظلة أمنية أمريكية قد تتعرض للضرب. وكالة رويترز من جهتها نشرت عن دبلوماسي إيراني قوله إن طهران أرسلت رسالة واضحة إلى السعودية مفادها أن حلفائها في اليمن والعراق قد يردون إذا كان هناك أي دعم إقليمي للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران. ونقلت رويترز أيضا عن مصادر خليجية وصفتهم بالمقربين من دوائر القرار في بلدانهم قولهم إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية لأنها تشعر بالقلق من أن منشآتها النفطية قد تتعرض لهجوم من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع. المصادر الخليجية أوضحت أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر ترفض السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران وأن واشنطن على علم بهذا الموقف. واقع الحال أن الأمور مرشحة للانفلات في حال انفجر الوضع عسكريا بين طهران وتل أبيب، الأمر الذي يعني اصطفاف واشنطن مع إسرائيل على حساب مصالحها المرتبطة بدول الخليج التي يفترض أنها تحت الحماية الأمريكية. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام. إذن للحديث عن هذا الموضوع دعوني في البداية أرحب بالضيوف الذين ينضمون إلينا عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد جميح والكاتب والباحث العراقي سيد جاسم الشمري. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. أبدأ أولا معك سيد محمد، كيف تقرأ هذه التهديدات التي صدرت عبر دبلوماسيين أو بطريقة غير مباشرة عن إيرانيين بضرب المصالح أمريكية أو حتى الدول الخليجية المنتجة للنفط في حال تعرضت لضربة إسرائيلية؟ شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أنا أعتقد أن هذا من قبيل ربما الحرب النفسية التي تمارسها طهران على جيرانها، ومن قبيل أيضا الحرب النفسية التي يمكن أن تكون حربا نفسية دفاعية من أجل أن تظهر أن الخراب سوف يكون عاما. والإيرانيون دائما يصرحون بأن الانفجار الوضع سيكون يعني إذا انفجر بشكل كبير. ونتفهم طبعا هذه التصريحات الإيرانية في سياق التحذير من ضرب طهران لأنهم يعيشون في حالة قلق، لكن
أنا لا أتصور أن إيران يمكن أن تجازف لضرب كل هذه الدول المجتمعة، وأنها يمكن أن تكون لديها القوة لضرب عدد من الدول، لديها أيضا إمكانات دفاعية كبيرة ولديها أيضا تحالف، ولكن هذا يأتي في سياق الضغوط الإيرانية لمنع شن مثل هذا الهجوم. وإن كانت هذه التصريحات صحيحة فأعتقد أنه لا داعي لها، لأنه بالنسبة للدول العربية هي أعلنت أكثر من مرة بأنها لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها لشن أي هجوم من في الطرفين، يعني سواء من جانب الإيرانيين أو من جانب الإسرائيليين. وأعتقد أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت وزير الخارجية الإيراني بمسؤولين خليجيين ووزراء الخارجية، سواء كان في الدوحة أو كان لقاء وزير الخارجية الإيراني أيضا زيارة الأخيرة للسعودية، هي ربما تصب في هذه الترتيبات. إيران في الأخير غير معنية بتوسيع الصراع مع دول الخليج، لأنها على الأقل هي تريد أن تحيد أكثر ما يمكن تحييده من جبهات، ولا أن تفتح جبهات أخرى ضدها. وأيضا إيران حريصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهي داخلة معها في اتفاقات بضمانات صينية، ولا أتصور أن الوضع يمكن أن ينفلت. لكن الإيرانيين يستخدمون مثل هذه التسريبات التي يشيرون إلى أنها عبر مسؤولين غير معروفين أو عبر قنوات سرية، مع أن لديهم سفارات في دول الخليج، وبالتالي كيف يمكن أن نقول عبر قنوات سرية؟ القنوات السرية هذه تأتي بين الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية قائمة وسفارات متواجدة. لكن الخبر في حد ذاته يعني يحمل المزيد من الشكوك، وربما أراد الإيرانيون نشر مثل هذا الخبر على أن لا يتحملوا هم تبعات مثل هذا الخبر. طيب، قد ربما هنا أريد أن أسأل السيد جاسم، قد ربما لا تقوم إيران بضربة مباشرة على هذه الدول الخليجية، الإمارات، قطر، حتى الأردن، لكن قد تستخدم أذرعها في المنطقة، الميليشيات الموجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وهذه الدول. سيد جاسم، ما إمكانية فعلا أن تقوم مثل هذه الميليشيات بتنفيذ ما أرادت إيران أو ما تريد إيران فعله؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم جميعا. أنا أعتقد أنه ما يجري اليوم هي حرب أقليمية مصغرة. نحن نتحدث عن 5 دول في مواجهة الكيان الإسرائيلي، إيران، وأربع دول هي اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا يعني أننا أمام حرب إقليمية مصغرة، وربما هذا الأمر سيتسع بعد أن رأينا الكيان الصهيوني اليوم وجه ضربات إلى الجيش اللبناني. وبالتالي لا، هذا يعني أنه لا يمكن لبعض المتابعين للشأن اللبناني أن يقولوا بأن الضربات موجهة ضد حزب الله فقط، واليوم يعني أعتقد أن الحرب ستأخذ منحا آخر. هذا من بعض. بالنسبة للسؤال الذي تفضلتم به، أنا أعتقد أن القضية لن يعني لا تدخل ضمن إطار الحرب النفسية، ذلك لأن إيران سبق وأن نفذت العديد من الضربات على المملكة العربية السعودية والإمارات، عبر الحوثيين من جهة مرة، وعبر الجماعات المسلحة العراقية من جهة أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات سابقة وقعت في المنطقة، وليس مجرد حرب نفسية يمكن أن يعني تستخدمها إيران في هذا الباب. إذن التهديدات الإيرانية واضحة، وأذرع إيران قريبة من دول الخليج كما معلوم، وبالتالي ربما أمر فيه رسالة واضحة بالذات في المملكة العربية السعودية. لكن لو فرضنا فعلا واستخدمت إيران أجواء هذه الدول، أو استخدمت إسرائيل أجواء هذه الدول لضرب إيران، فعليا ستقوم هذه الميليشيات بالرد على هذه الدول؟ سبق وأن قامت بهذه العمليات، لا نتحدث عن شيء جديد. العمليات سبق وأن أجريت وأن نفذت من العراق ومن اليمن. معلوم يعني جنابك تعلم أنه يعني الحوثيين ضربوا أرامكو ضربة قاسية جدا، وضربوا عدة مرات الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أظن أن إيران لا يمكن أن توجه ضربات مباشرة، وإنما توجه هذه الضربات على أذرعها في العراق واليمن.
طيب سيد محمد، دول الخليج كانت واضحة في رسالتها لإيران بأنها لا علاقة لها بالصراع الذي يدور بينها وبين إسرائيل، وأنها تقف في موقف الحياد. إسرائيل من الجهة الأخرى لا مفر، يجب أن تنفذ ضربة على إسرائيل على إيران كرد على ما قامت به إيران، وبالتالي ما هي الأجواء أو كيف ستستخدم إسرائيل حقها في الضرب على إيران؟ أنا أعتقد يعني إذا ما تحدثنا عن الأجواء، يعني إذا كان هناك صاروخ إيراني يريد أن يصل إلى إسرائيل فلا بد أن يعبر عبر أجواء دول أخرى، وبالمثل الصاروخ الإسرائيلي أو الطائرة الإسرائيلية، أتحدث عن الصاروخ تحديدا، الدول العربية يعني أعلنت بشكل واضح أن أجواءها غير قادرة للاستعمال، وبالتالي يمكن لهذه الدول أن تتصرف إذا أي صاروخ يمكن أن يعبر هذه الأجواء العربية من أي من الأطراف، سواء كان من الطرف الإيراني أو من الطرف الإسرائيلي حسب التصريحات الرسمية العربية. لكن يعني بالنسبة للإيرانيين يعني مشكلتهم الآن أنهم يشعرون بالقلق المتزايد، يشعرون كلما مر الوقت ربما إسرائيل الآن تستخدم الأسلوب ذاته الذي استخدمته إيران عندما أجلت الضربة أكثر من مرة من أجل مزيد من الضغط النفسي، وكلما تأخرت الضربة الإسرائيلية بالنسبة للإيرانيين فإنها تشكل ثقلا نفسيا على إيران بشكل واضح، خاصة وأن إيران أصبحت أو القيادة الإيرانية أصبحت في غير مأمن بعد الخروقات الأمنية الكبيرة التي وصلت إلى حد اغتيال جميع قيادات الصف الأول في حزب الله اللبناني، وضرب ترسانة الصواريخ الإيرانية المخزنة لدى حزب الله، ويعني تحقيق إسرائيل للأسف الشديد لمكاسب كبيرة بعمليات البيجر وعمليات التفجير اللاسلكي، كل ذلك جعل الإيرانيين يعيشون حالة من الهستيريا والقلق لدرجة أنهم نقلوا المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان غير معروف خوفا على حياته، بمعنى أنك يمكن أن تتصور مدى القلق الذي وصلت إليه القيادة الإيرانية. زد على ذلك أن قائد القدس، قائد فرق القدس في الحرس الثوري الإيراني الآن حسب كثير من الأخبار بأنه راهن الاعتقال والتحقيق لشكوك تدور حوله بأنه ربما كان على علاقة باغتيال قيادات حزب الله، واغتيال أيضا أو ضرب الصواريخ الاستراتيجية التي ضربتها إسرائيل قبيل تنفيذ هجوم البيجر المعروف، وبالتالي الإيرانيون الآن يتحسسون القلق الزائد حتى من داخل معسكرهم، لأنه إذا كان كما صرح أحمد نجاد في فترة سابقة بأن رئيس وحدة مكافحة الموساد عميل الموساد، اكتشفوا أنه عميل الموساد، وهنا الآن نتحدث عنه إذا كان قائاني قائد الحرس أو قائد القدس فيلق القدس الحرس الإيراني إذا كان عميل الموساد فهذه طامة كبرى بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي لهم أن يقلقوا. ومرجع يعني هناك تخوفات من أن تكون الضربة داخلية قد لا تضطر إسرائيل إلى استخدام أجواء هذه الدول من أجل أن تضرب إيران؟ بطبيعة الحال يعني لا نعرف إسرائيل ماذا لديها من معلومات استخباراتية، إذا كان قائد فيلق القدس على علاقة بما جرى في لبنان فلا شك أنه أعطاهم معلومات أخرى، يتخوف الإيرانيون من ضربة تكون داخل إيران أو تكون بالتعاون مع الإيرانيين، لأنه حتى يعني اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله داخل إيران داخل طهران وفي شقته هذا مؤشر على وجود اختراق كبير، بل إننا لم نعد أمام اختراق، نحن أمام انكشاف واضح للحالة الأمنية الإيرانية ولحلفائها. طيب هذا فيما يخص الانكشاف الأمني لإيران كما ذكرت سيد محمد، لكن إن فرضنا وقامت فعلا إسرائيل بضرب إيران باستخدام طائرات أو ما إلى ذلك، وأيضا باستخدام الأجواء الأردنية لأنها ربما الأقرب إلى إيران والأردنية والعراقية، إذا لماذا قد تهدد إيران هذه الدول في حال استخدمت إيران أجواءها بينما إيران ضربت إسرائيل باستخدام أجواء هذه الدول؟ ولذلك أنا أقول بأنه يعني هذه الدول واجبها أنه إذا عبر أي جسم عسكري لأجواء هذه الدول فإنها كما صرحت بأنها سوف تتصدى له، لكن يعني الإيرانيون عندما ضربوا أرسلوا صواريخهم وهي صواريخ غير متفجرة بطبيعة الحال أرسلوا على إسرائيل، هذه الصواريخ عبرت أجواء عربية،
وبالتالي لا يحق للإيرانيين أن يقولوا يجب أن نعامل معاملة خاصة في الوقت الذي عندما يضربون عبر أجواء عربية، ثم لا يريدون أن تأتي الصواريخ عبر هذه الأجواء. يعني الأمر هنا ملتبس، لكن بكل الأحوال الإيرانيون هذه التصريحات لا تنم عن ثقة قدر ما تنم عن قلق إيراني متزايد من الضربة الإسرائيلية المحتملة. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد جميح. الآن أعود إليك مرة أخرى سيد جاسم، والتساؤل يدور حول ما طبيعة الأهداف التي قد تستهدفها إسرائيل في إيران. نعم السؤال لك، تفضل سيد جاسم. لا ممكن إعادة السؤال؟ يعني كنا نتساءل عن طبيعة الأهداف التي قد تقوم إسرائيل باستهدافها داخل إيران. تمام. يعني أولا أنا من الذين يقولون بنظرية التخادم الإيراني الإسرائيلي، على الرغم مما يجري في المشهد العام من ضربات ما بين من بالذات من طهران تجاه الكيان الصهيوني. وبالتالي إن نفذت إسرائيل ضربة حقيقية على إيران، حينها أقول بأن قضية التخادم هي قضية باطلة ولا يوجد تخادم بين الطرفين. هذا إن تمت الضربة على مواقع حقيقية وبالذات على المحل الإيراني بحسب تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فأعلم جنابك أنه قضية التهديدات الإسرائيلية لإيران هي مستمر منذ عشرات سنوات، نسمع حتى اليوم ضربة حقيقية إسرائيلية مؤثرة في الداخل الإيراني. وبالتالي ما يجري هي فقط تهديدات إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع. هذا من باب. من باب آخر، تعلم أنه حينما أرادت إسرائيل ضرب المفاعل النووي العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، نفذت هذه الضربة خلال ساعات معدودة وأنهت المفاعل النووي العراقي منذ ذلك الحين وحتى اليوم. وبالتالي هذا التراخي في إمكانية أو احتمالية ضرب إيران، هذا الأمر يثير الكثير من الشكوك والجدل. إذن الأيام القادمة هي التي ستكشف هل هنالك تخادم ما بين إيران وتل أبيب أم لا. إن ضرب في إيران فإن التخادم غير موجود، وإن لم تضرب فأعتقد أن نظرية التخادم ستستمر. وأعتقد إن لم تكن هنالك نظرية للتخادم، ربما سيتم استهداف شخصيات كبيرة، وربما كما قيل المرشد الإيراني الأعلى، لأن يبدو سياسة إيران الجديدة هي استهداف الرؤوس الكبيرة كما جرى في لبنان. تعلم جنابه قتلوا حسن نصر الله، ثم قتلوا البديل، ثم قتلوا البديل، وكذلك يحاولون في أكثر من مكان. وهذا قد يكون تصعيد خطير وكبير سيد جاسم. وهنا نتساءل عن مستقبل المنطقة سيد جاسم، في حال قامت إسرائيل بالرد على إيران وقصفها، إلى أي مدى يمكن أن تتسع الحرب في المنطقة؟ إن جرت هذه الضربة وكانت ضربة حقيقية ومؤثرة وقوية، أعتقد أنه هي ستكون الشرارة لحرب شاملة في المنطقة إن لم تكن في الشرق الأوسط وربما في العالم. والمؤشرات تقول حتى الآن أن إسرائيل قد تقدم على ضربة كهذه التي ذكرتها، استهداف شخصيات رئيسية وقيادات داخل إيران؟ جاهل فاضل، التهديدات الإسرائيلية كما تتابع جنابك ليست جديدة، وبالتالي هنالك فرق بين التهديد والتنفيذ. يعني إيران هددت بضرب إسرائيل بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية على أراضيها، وتعلم جنابك هذه ضربة كبيرة للسيادة الإيرانية. وعلى الرغم من ذلك بقيت إيران في حالة تهديد إعلامي دون أن توجه ضربة حقيقية للداخل الصهيوني. وبالتالي علينا أن ننتظر قابل أيام هل تكون إسرائيل جادة في تهديداتها أم لا. حقيقة مع الأسف أنا أمين للطرف الأول، وهو أن إسرائيل لن تنفذ ضربات قوية على إيران. طيب. ربما تنفذ ضربات على أجنحة إيران. نعم. والحديث عن هذه الأجنحة وباختصار انت كرمت سيد جاسم، ما هو دور الحكومات التي تتواجد فيها هذه الميليشيات إذا انخرطت فعليا في الرد على إسرائيل من خلال ضرب دول الجوار؟
يعني أنا عندي مقال قادم بهذا الخصوص يتعلق بدور على سبيل المثال حكومة محمد شاع السوداني العراقية على أو قدرتها على ضبط الفصائل المسلحة. أنا أعتقد أنه حكومة بغداد غير قادرة على ضبط هذا الملف، وبالتالي الفصائل المسلحة تنفذ ضربات بعيدا عن إرادة حكومة بغداد، وبالتالي بالمقابل إسرائيل أو أمريكا كما تعلم وهي المسيطرة على الأجهزة العراقية ربما ترد دون أخذ الإذن من حكومة بغداد. إذن نحن أمام حكومات هي مجرد متابعة للمشهد، متابعة للضربات ولردود الفعل. إذن هذه الحكومات لا تملك القدرة على السيطرة على هذه الفصائل، لأنها مع الأسف الشديد يعني تأتمر بأوامر خارجية وتنفذ لأجندات غير، وبالتالي نحن مع فلسطين نحن مع لبنان، لكن شريطة أن تكون هذه الضربات وطنية حقيقية وليست إذن تحقيقا لأجندات أجنبية. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث العراقي سيد جاسم الشمري. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.